Warning. These techniques are dangerous and avoid the test on people for the purpose for banter. These techniques can be used for self-defense and only when necessary. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح يا شباب حاليا كيف تقاتل بالركلات. تمام، معظم الركلات زي ما قلنا في الوينج تشون بتكون أرضية، لكن الأسلوب الحديث طبعا في ماستر كتير بيقول أنت ممكن كمان تستخدم ركلات هوائية في الوينج تشون. تمام، بس زي ما قلنا الركلات اللي احنا خدناهم دول الركلات الأكثر واقعية والأساسيين. تمام، وزي ما قلنا الركلة أنت ممكن تعملها تحت، ممكن تعملها فوق، أي اتجاه. الفن القتالي حاول لما تتعلمه العود أسلوبك، ما تكونش اتعلم الأساس صح بعدين ما تكونش متقيد، يعني خليك متحرر. اوكي، طيب فلسفه الركلات. انا دلوقتي انا بشرح لك الركلات، انا ممكن اشرح لك يعني جزء بسيط او محدد، لكن انت ممكن كمان يعني تستخدم الركلات باي شكل باي طريقه انت تقدر تستخدم. طيب ادام هلعب ركلات، ركز معايا، الركلات هتفيدك في انك لو احنا طبعا زي ما خدنا قبل كده فلسفه الفور جيتس. اوكي، الفور جيتس عندي البوابه الفوق اثنين، هنا وهنا واحد وهنا اثنين، تمام، وتحت. اوكي، ممكن احيانا مثلا يكون الخصم قدامي في حاله ان انا هو لو في قتال شارع بيضرب معايا وانا بضرب، حرك ايدك معايا، ومثلا بيضرب وانا بضرب وهو بيجيب في لكمات وانا بجيبه، الكلام ده ممكن يكون المقاتل اللي قدامي يعني انا مش عارف اوقفه، هو اقوى مني، فممكن في الحاله دي استخدم رجلي الركله الارضيه، يعني اثناء الضرب وانا مقرب منه، يعني دي هتفيدك قوي في القتال الضيق يا شباب. تمام، عشان كده معظم الركلات ارضيه عشان الوينج تشون اساسا في القتال الضيق. اوكي، فانا بقرب من الخصم والخصم عمال يقرب معايا ويضرب ويقوم وانا عمال اتضرب، فانا ممكن اوقفه برجلي، يعني ضربه بس واحده فقط جايه من السنتر لاين هنا مع وقفه كويسه جدا كافيه انها تكسر رجله، كافيه انها تكسر الرجل. تمام، خلي رجلك واقفه عادي خالص، يعني ممكن وقت ممكن برضه هو ماسكني، شايفين المسكه ديت؟ شايف ماسكني جامد ازاي؟ ممكن بس بالركله الارضيه ديت اهي، شايفين في الاصبع، تمام؟ هنا في الكاحل في الانكل في المناطق دي بس فقط كفايه تكسر الرجل او تضره جامد جدا، تمام؟ يبقى الركله الارضيه دي هتفيدك قوي لما تكون مقفول جامد. هنيجي بقى لركله الفرونت كيك، تمام؟ اهوت فرونت كيك. فرونت كيك يعني وجهه نظري يفضل انك انت تبدا تهاجم بيها. اوكي، لو المقاتل مثلا واقف معايا، تعالى يا شريف اهو، طبعا هو واقف هو لسه ما هاجمش، انا ممكن ابدا انا هاجم يعني ضربه واكمل ورا بعض. اوكي، تاني اهو انا واقف معاه، تمام، ممكن اهو اضرب واكمل اخش، تمام. طيب لو المقاتل انا مثلا يعني نفس النظام برضه في الاستخدام في السايد كيك، لو المقاتل مثلا انا بنضرب انا وهو وضربته بعدته بعيد، هو جاري عليا اجري عليا، ممكن اجري سايد كيك اوقفه. اوكي، خليكم عارفين كويس جدا ان لا قيود لا حدود، والركلات في الوينج تشون مميته وقويه جدا زي ما قلنا، لان كل اسلوب قتالي ليه تحركات معينه. وقفه الهورس ستانس، سوري، الترينجل ستانس، وقفه المثلث زي ما قلنا بتقوي الساقين، بعرف اخرج منها اللكمات والركلات تكون مميته جدا، بلعب بالسنتر لاين. ما تلعبش الركلات في الوينج تشون خش عليا ها زي كده وخلاص، ده تايكوندو وساندا، ما ينفعش، دايما بخرج ادخل، شايفين بقى بلعب ازاي من السنتر لاين، عشان كده تلاقي الرجل فيها يعني ميل، زاويه ميل. السايد كيك لما باخدها خدتها هنا عند السنتر لاين، راوند هاوس كيك عند السنتر لاين، دايما بتيجي عند السنتر لاين بتاعك. اوكي، انا لا اخاف من الرجل الذي يمتلك ويتدرب على 1000 ركله، ولكن اخاف من الرجل الذي لديه ركله ويتدرب عليها 1000 مره. اوكي، وبعدين عندنا التويست كيك. التويست كيك عامله زي يعني شبيهه كانك بتلعب تان ساو، اضرب ستريت بالايد ديت، شايفين بصوا بلف ازاي؟ نفس النظام، لو هو مندفع عليا انا ممكن الف واضرب، ها خش عليا جامد، ممكن الف واضرب، شوفوا من الزاويه ديت اهيت، ها مندفع عليا جامد، ممكن الف واضرب. اوكي، يبقى انت اللكمات ممكن تستخدمهم باي طريقه. عندنا الراوند هاوس كيك. اوكي، راوند هاوس كيك، هي الراوند هاوس كيك في ماسترز كتير مش بيشرحوها، بس انا دخلتها لان انا شايف ان هي ركله مهمه جدا في الوينج تشون. اوكي، ركزوا معايا في الراوند هاوس كيك، لو هو لو انا مثلا هبدا اضرب
اوكي؟ يعني صعب تلاقي لاعب وينج تشون بيبدا يخش برجله. يخش بالقدم. تمام؟ الراوند هاوس كيك هتفيدني برضو ان انا ممكن اعملها زي الفرونت كيك، الفرونت كيك ممكن انا ابدا اخش ها اهاجم اوكي مع الدفاع بتاعي. والاحظ دايما ان الراوند هاوس كيك يعني ممكن تبوظ عند السنتر لاين شويه، فمجرد ما انت ضربت حاول ترجع للسنتر لاين بتاعك كده. عشان الراوند هاوس كيك، الفرونت كيك والسايد كيك. طيب يا شباب دلوقتي كده احنا شرحنا اهميه الركلات ممكن تستخدمها في اي شيء، بس في جزء اخير هقوله اللي هو انك ممكن تستخدم الايد مع القدم من اول مره. تمام؟ شريف هيخش يهاجم معايا. يلا شريف خش يهاجم. ممكن امسك الايد واضرب. شايفين؟ اوكي ربنا يوفقكم. كده خلصنا الركلات المهمه جدا في لونج تشون. شرحنا اهم ركلات تويست كيك، راوند هاوس كيك، داون كيك، وباقي الركلات نستمر في الممارسه ونحاول برضو ان احنا الركلات نعملها كتير على ساند باج عشان الركله تكون معايا قويه، واركز ان انا اعمل الركله من السنتر لاين. تمام؟ عشان تكون الركله فعاله مميته مؤثره. صح يا شريف؟ صح. بيس بيس.